اهلا وسهلا فيكم. لتحضروا فطور مميز فيكم تعتمدوا على منتجات الدرة اللي عم تشمل اصناف متنوعه جدا من مكونات الفطور الشرقي. اليوم رح نستعرض هالاصناف ونحضر الفطور. فطور الدرة تشكيلة متنوعة جدا من منتجات الفطور، انواع الزيتون المختلفة بالاضافة للزيتون المشوي المميز، مكدوس الباذنجان كأنه محضرينه بالبيت، الزعتر الأخضر، خلطة الزعتر الأحمر، رح ننسى اليالنجي اللي عم تكون جاهزة مباشرة للتقديم، أنواع الأجبان المختلفة اللي عم تتحضر من أجود أنواع الحليب، وأكيد في عنا تشكيلة من حلاوة الدرة المميزة جدا. أكيد ما بيكمل الفطور إلا بإضافة أنواع المربيات المميزة جدا، دنشن الدجاج من الدرة من الأصناف الجدا المميزة، وكمان في عنا التونة، وكمان في عنا كريمة الشوكولا الجاهزة للاستخدام، أنواع الفول المختلفة وخلطة الفلافل سريعة التحضير، دبس التمر من الدرة من المنتجات المميزة جدا، وما رح ننسى طحينية الدرة الفريش والمميزة. مع منتجات الدرة أكيد سفرة الفطور راح تكون غنية جدا ومميزة وسهلة التحضير.